نلغي تفوق الفيصلي طيب. والباطن وممكن يكونوا موجودين سلطان في النهاية. يتبسم من اول على كلامك، خلينا نشوف. لا لا انا اختلف بس موضوع المفرده المفاجاه يعني ما اعتقد انه فريق حقق البطوله اكثر من مره سواء اهلي او اتحاد ويطلق عليه تاهل بكره مفاجاه. اللي مفاجاه يكون ما الفريق ما عمره وصل للنهائي، هنا ممكن تكون مفاجاه او 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 على حسب اذا الفريق اعطى واستحق ما تعتبر مفاجاه. ولكن انا بعرف اذا فاز الفيصلي بكره على الاهلي وش بيسميه محمد. انا بس اعلق على اخوي محمد بالنسبه للخط الهجوم، نتفق ان الفيصلي عنده عناصر اجنبيه مؤثره في خط الهجوم، ولكن مقارنه بهجوم الاهلي اعتقد المقارنه ظالمه للفيصلي. الاهلي بالعناصر الاساسيه وحتى بالعناصر الاحتياطيه رقميا وحتى مستوى حتى فنيا افضل بالنسبه للعنصر الاجنبي، وزي ما ذكرت بالاسماء الموجوده نتكلم عن عمر السومه يعني هداف تاريخي للدوري، نتكلم عن مهند عسير، نتكلم عن دي سوزا، نتكلم عن عبد الفتاح، نتكلم كل العناصر. لا الاهلي عنده وفره كثير. بس هذا ما يلغي تفوق الفيصلي والكثير اللي موجودين سلطان. اوكي انا اتفق مميز. انا اتفق معك مميز، ولكن ما يعني انت حتى رقميا ما تقدر تفضل هجوم الفيصلي على الاهلي. الاهلي الافضل هجوميا على مستوى الدوري بشكل كامل، ما نتكلم على بس نادي الفيصل. مباريات كاس سلطان هذه ما فيها، نتكلم عن مباراة كاس غير. بس مقارنة اسمه اوكي في مباراة الكؤوس ممكن يكون يعني كفة متساوية، قد تكون تفاصيل بسيطة تؤهل. مش ممكن تؤهل اكيد. ايوه اكيد في تفاصيل. فريق وصل نصف نهائي ابو احمد معاك، في تفاصيل بسيطة ممكن تأهل الفيصل ويكون تأهل مستحق. ولكن حسب رأيي على الورق حسب ما يمتلك الأهلي من النجوم الموجودة حتى برغم الغيابات والمؤثرة اللي زي ما ذكرنا سواء عناصر أجنبية، نتكلم عن كلادومير وبن عمر أو حتى اللاعبين آدم معتز، يعني عناصر مؤثرة في أي فريق، لكن الأهلي يمتلك البديل اللي قادر إنه يعوض هذه الغيابات. شوف أنت وجهة نظر مبنية على الورق، وشوفنا الأهلي وهو وجهة نظرة مبنية وفقا للظروف اللي حاصل. لكن مهما كان حتى الظروف ما نقدر نسميها مفاجأة أخوي سلطان. أنا أقول لك هذا قصدي، أنا حتى الظروف هذه الأهلي في الجولة الماضية أو في نفس البطولة تأهل على حساب الفيحاء. صحيح شفنا كيف الغيابات الأسماء كانت ظروفها أصعب من هذه. وكيف تغلب تتكلم عن غياب تتكلم عن 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 غياب ما كان ايش فريق سهل، ما كان فريق سهل ممتاز الفيصل لاعب مش سهل. طيب بس ما احنا ما سلمنا محمد، انت لا تدخلنا في موضوع ان سلمنا. انا بس اوضح الفيصلي دقيقه، لا تدخلنا في موضوع ان سلمنا ان الفيصلي مستحيل يتاهل. المباراه مباراه كاس والفريقين مؤهلين للفوز، ولكن كوجهه نظر الاهلي اقرب حتى بالغيابات. انت قارنت ان ذكرت ان الاهلي لو تاهل مفاجاه، لا الا لو تاهل شيء مستحق لسبب واحد بس. انا بس اوضح المفاجاه. خلي يكمل خلي يكمل انا بتكلم بس موضوع المفاجاه. دائما الفرق اللي تحقق بطولات وصولها للنهاية او حتى تحقيق البطوله ما هو مفاجاه، هذا شيء تعودت عليه جماهير هذا النادي وجماهير الانديه ككل. الفيصلي اذا وصل للنهائي تعتبر سبق تاريخي للفيصلي، ممكن يعني مفاجاه على حسب مجريات المباراه، ولكن اذا تاهل باقتدار نبارك للفيصلي هذا الوصول، وبالتاكيد حيكون وصول مستحق ومفاجاه. لا ما انا موضوع المفاجاه ما اعتقد. انا تعرف ليش تعرف ليش انا اختلف معك على نقطه المفاجاه؟ لانه على الورق الاهلي افضل. طيب وفقا للظروف الفيصلي قادر ان يتاهل، فما اقدر اقول مفاجاه، فهمت؟ لانه لو فاز الاهلي فهو عنده عناصر يستحق من خلالها التاهل. لو قلنا الفيصلي الظروف اللي عنده بتوصل للنهائي، فما أقدر أنا أقول مفاجأة. لو كانوا الفريقين في عز مستواهم بدون ظروف بدون أي شيء أقدر هنا أنا أقول لك في مفاجأة. أقول جزئيتك عشان بروح النظام أسمع الناس. أوضح لك جزئية المفاجأة فقط اللي فهمها ممكن الكابتن سلطان بشكل آخر. كلنا يمكن فهمناها. إيه أكيد لازم أوضحها. إيه وضحها قول. المفاجأة وفقا لظروف الفريق الحالية مش مفاجأة ان الفريق الاهلاوي كيف يوصل نهائي. هذا فريق متمكن وحصل 13 مرة على اللقب، هذه انا مسلم بها زي الكثيرين. لكن المفاجأة اللي انا اقصدها الظروف اللي موجودة في الفريق اليوم هي ظروف تعتبر امام المشجع الاهلاوي، هي ظروف لو حصل بكرة تأهل للفريق انه شيء كويس وشيء مفاجأة، ان العناصر البديلة اللي ممكن حتشارك زي ما قال الكابتن وممكن تغير في رتم المباراة، ممكن تغير في نتيجة المباراة. انا اشوف ان بكره حيعتقدون او بل يجزمون بكره انها مفاجاه في ظل الظروف اللي محيطه بالفريق الاهلاوي. الفيصلي بكره مش سهل، تاهله مش غريب، وان تاهل الاهلي برضه مش غريب. وجهه نظر وصول الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد بغض النظر عن اختلاف المسمى من اول، انا اقول لك انه نهائي كبير جدا والكل يتمناه بحكم الشعبيه الكبيره للفريقين والحضور الجماهيري الطاغي اللي حيكون. وجهه نظر. لكن وصول الباطن والفيصلي للنهائي انا اعتقد برضه
أمر وارد. وجهة نظر إذا كان الأهلي مسلم أن المباراة غدا سيكون خاسر النتيجة ولن يتأهل النهائي، لكن المعطيات تقول أن كل الأهلاويين متفائلين بمباراة الغد ويطمحون لتحقيق مو بس بطولة كأس الملك، متفائلين أنهم يحققون بطولتين ويتأهلون لدور 16 في كأس آسيا. فإذا كانت مفاجأة لهم إذا كانوا مسلمين أن المباراة أو خارج حسابها. أنا بكرة أعتبره كلاسيكو مميز جدا في نهاية الدوري أو في نهاية المسابقات المحلية. نسمع الناس وش تقول في نقطة نظام.